الخير وحياكم الله معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى. وفعلا يعني دائما في شاي الضحى نركز على إنجازات السيدات الكويتيات، دائما نقول في كل مرة نشوف إنجازات متتالية تحققها بنات الكويت للأبطال في جميع المجالات وفي جميع المحافل، وهذا شيء صراحة نفتخر فيه كسيدات، لأن فعلا اللي تحقق المرأة هذا يضاف لرصيد المرأة الكويتية. صباح الخير فاطمة، شلونك؟ الحمد لله بخير، عساك بخير، وصباح الخير والابتسامة على كل من قاعد يتابعنا في هذه الحلقة الجديدة. ومع انطلاقة الأسبوع إن شاء الله هذا الأسبوع يكون كله إنجازات، وهذا دورنا دائما في شاي الضحى أن نسلط الضوء على إنجازات المرأة، وخاصة يعني المرأة الكويتية اللي مبدعة في كل المجالات ولها بصمة واضحة. اليوم عندنا ضيوف يعني مميزين عندهم إنجازات نفخر فيها، علشان كذي يستحقون أن يتواجدون معنا دائما في شاي الضحى. يعني إحنا دائما نقول السيدات الكويتيات مبدعات في مجال عملهم وايضا بطلات. يعني اليوم ضيفتنا موجوده المهندسه حصه زيد، خلينا نروح لها فاطمه، لان فعلا طبعاً هي بطله من بطلات الكويت، وفعلا حققت اليوم ضيفتنا الميداليه الذهبيه لرمايه البندقيه الهوائيه 10 متر في بطوله سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباحي، حفظه الله ورعاه. صباحك ورد يا اختي حصه، وفعلا احنا نفتخر بالسيدات الكويتيات وين ما كانوا. صباح النور يا هلا، مشكور الله يبارك فيك، يعطيك العافيه، مشكور على الاستضافه الحلوه، و حياك الله معنا. الف مبروك على الانجاز، بطله من بطلات الكويت حصه، نفتخر فيك. في البدايه ودنا نعرف شلون دخلتي مجال الرمايه، شلون اكتشفتي هذه الهوايه عندك؟ اول شيء الله يبارك فيك، من الرمايه بديتها من عمري 15 سنه. حلو. فالحين انا كم 27 سنه ما شاء الله. امي كانت راميه وخالتي كانت راميه، فصار بالعائله وراثه. اي فبديت وياهم والحمد لله، يعني حققت بطولات اسيويه، حققت بطولات خليج عرب، والحين حققت بطوله داخليه. عقب ما خلصت كل هذا سافرت، رحت امريكا، درست، خليت الهندسه ورديت مره ثانيه، فقطعت كم 5 سنين. وايد 5 سنين. وايد 5 سنين، فرديت الكويت صار فيني لا والهانة، لا ابي ارجع مره ثانيه. حلو. فالحمد لله رديت برمضان وقعدت اتدرب كل يوم مع المدرب صبح وعصر. نعم. والحمد لله يعني ما كنت متوقعه هالانجاز هذا. ما شاء الله عليك. يعني احنا دائما نقول فاطمه بان المراه الكويتيه ما في شيء صعب عليها. طبعا. ما شاء الله في كل المجالات قاعده تتحدى نفسها، وهذا بحد ذاته تحدي ان الوحده فعلا تقدر تتفوق على نفسها في كثير من الصعوبات اللي ممكن تواجهها. انا ودي بس اعرف الصعوبات، يعني كهوايه جدا جميله وكرياضه صراحه حلوه، لكن اكيد فيها بعض العقبات والصعوبات اللي واجهتها. ودنا نتكلم عنها، احنا لما نقول كذي علشان نشجع المرأة بأن فعلا صح، كل شيء ترى فيه عقبات، لكن شو ممكن تتغلب عليها؟ لا وايد كان في صعوبات، لأن انت مو مكرسة حياتك كلها بس حق الرماية. نعم. عندك مسؤوليات ثانية، الشغل، الحياة كل يوم، فلازم شوي يعني يصير في فوكس على الرماية، وخاصة إذا عندك بطولات. يعني إحنا عندنا بطولة شهر 10، بطولة المرأة حق الخليج، وعندنا بطولة إن شاء الله شهر 11 آسيا، وهذه إن شاء الله تأهل حق أولمبياد 2020 طوكيو. فهذا بروحة نفسيا أنت لازم تهيئين نفسك عشان ما يأثر على كل مستعدة، ما يأثر على البرفورمانس مالك وانت قاعد ترمين كل يوم، لأن الرماية بينك وبين نفسك، أنت قاعد تنافسين نفسك، ما قاعد تنافسين اللي وياك، قاعد تحاولين أن تطورين نفسك بنفسك. فالحمد لله يعني. نعم. وطبعا صعوبات بالثبات، هالشيء هذا وايد. نعم. صعب، فانت غير الرمايه لازم رياضه، لازم سباحه، لازم يعني جهد من في نفسك، في لياقه بدنيه عاليه ضروري يعني تكون عندك، لان لازم تمسكين نفس شو اسمه your breathing techniques. نعم. لازم تتغير كلها، فاللياقه البدنيه هذه وايد وايد مهمه. فعلا فعلا. إيه. حلنا الواحد اذا اكتشف انه عنده هوايه يطورها من خلال التدريب ومن خلال تطوير ايضا مهاراته اللي هو يمتلكها. اذا بنتكلم عن الشخص الداعم لك في الرمايه، اكيد في شخصيه دعمتك وشجعتك، مهما الانسان كان عنده يعني مهارات قويه، لكن احيانا يحتاج لشخص يدعمه يشجعه اذا مثلا حس بلحظه من اللحظات بالاحباط
الإحباط يلاقي دائما في شخص وراه يقول له استمر كمل للهدف. أكيد أكيد. أول شيء هالشخص هذا لازم يكون أنتي أكثر من طبعًا أي شيء ثاني. طبعًا. لازم أنتي تدعمين نفسك بنفسك، ومهما كان يعني مثلًا يعني عندي ما شاء الله عائلتي، أمي، خالاتي، الله يحفظهم إن شاء الله، رفيجاتي، الناس اللي أشتغل وياهم كل يوم، لأن أشتغل بجامعة الكويت، فحتى إنهم يدعمون. يعني كان شيء وايد حلو، بالعكس يعني فخورة جدًا إن يعني. نعم. في ناس يعني يبون يشوفونك تنجحين، يبون تشوفين يعني يبون اسم الكويت يرتفع، فالحمد لله يعني. يعني في تقدير من ناحية الأسرة، أنا ودي أتكلم أكيد. عن هالشغلة هذه، يعني اليوم احنا دائما نشوف أن الأسرة هي أكبر داعم للشخص نفسه، لأنه لازم يكون في تقدير للشخص مثلا بالضبط. بالنسبة للوقت، السفر وغيرها، إيش كثر الأسرة داعمة لك، وإيش كثر تحسينه لازم كل أسرة تشجع بنتها، خصوصا بالنسبة لممارسة الرياضة، الرياضة غير أن هي ممكن تحققين فيها إنجازات هي مفيدة حقك شخصياً. أكيد. لا الحمد لله يعني عائلتي، لأن شنو إحنا هم عندنا مثلاً عندنا ناس منتخبات ثانية، يعني حلو. منتخب تنس طاولة، منتخب نعم. تنس، منتخب ويت ليفتينج، ف يعني it runs in the family. لازم تكون لازم معاهم. It runs in the family، فلازم شوي يعني أصلاً يعني حتى مع my cousins اللي يصير في تنافس بيننا. حلو. اوكي ترى انا جبت الاول، ترى حتى انا جبت الاول، ولا يعني مثلا تقول انا جبت الثالث، اللي عرفتي فيها الروح الرياضيه بيننا، فشيء وايد حلو الحمد لله. يعني مو بس وقت التدريب، وقت البطولات في تنافس، ايضا في اجواء الاسره عندك هذه اجواء اللي فعلا التنافس احيانا يخلي الواحد يكون عنده اصرار انه لا انا راح اوصل ان شاء الله حق هدفي. من بعد تحقيقك هذه البطوله احس اكيد عندك خطه قاعد تجهزين لها وبطوله قادمه ان شاء الله، كلمينا عنها. اي الحمد لله تو اعطوني تفرغ رياضي. مبروك. تقدرين عاد ان شاء الله، ان شاء الله الانجازات تتوالي عليك يعني. ان شاء الله. فيعني عندي سكجول كامل لين شهر واحد ان تمرين كل يوم، لان في بطولات جايه، وخاصه ان انا مع القطعه هذه احتاج اتمرن اكثر من الرامين اللي اوريدي قاعد يتمرنون. نعم. لان هم صار لهم سنين وما قطعوا، فالجهد اللي انا لازم ابذله دبل الجهد اللي هم يبذلونه. فعندي يعني بطوله مثل ما قلت لكم المراه يوم 20 اكتوبر. نعم. وهم اول شهر 11 عندنا بطوله اسيا، فهذه كلها يعني شيء لازم اشتغل عليه طبعاً. وكان في عندنا هم كذا راميه من الهند كانوا يتنافسون ويانا، فهذه حلوه انه يكون نفس وورم اب حق البطولات الثانيه، ان انت قاعد تنافسين مع احد، خاصة بالتمرين يعني، عشان you give yourself that push، تكونين مستعدة ومهيئة حق البطولات القادمة. طبعا ودي أتكلم عن شغلة وايد مهمة، إيش كثر مهم إن الوحدة في أي مجال إن كان. حلو. يعني أختي حصنت اليوم ما شاء الله عليك يعني مبدعة في مجال الهواية وإن شاء الله إلى الاحترافية، وأيضا أنت مهندسة فأكيد قاعدة تطورين من نفسك، إيش كثر مهم للمرأة أنها تطور نفسها في كل المجالات علشان تكون متمكنة من أكيد. داخلها. أكيد. لا كمرأة بالمجتمع لازم تكونين يعني دافع حق نفسك وحق ال other and supporting other women طبعاً. at the same time، خاصة لما أنت تتعبين على نفسك وتحققين الإنجازات هذيل حقك أنت، إن أنت صح. تقدرين تسوين هالشيء، ويعني حتى اللي أصغر منك يشوفون إنه لا ترى أقدر أنا، يعني حدود مثلا عقلي ما يكون واقف لهذا، أقدر أنا يعني أكمل أطور من نفسي. فأصلا يوم كنت قاعد أدرس بأمريكا، الأشياء اللي أنا تعلمتها بالرماية ساعدتني ان انا اكمل الهندسه. حلو. لان تدشين بطولات متوتره، فانت تكلمين نفسك نعم. بنفسك عشان توصلين، فتخيلي التوتر هذا. فتخيلي الحين انت بامتحان مهندسه وحالتك حاله، فهذا كله يساعدك، فكله يساعد بعض انك انت تتقدمين بمرحله. حلو. يعني الرمايه علمتك مهارات قاعد تستخدمينها ايضا في حياتك العمليه. كل الشكر لك الراميه المهندسه حصه زايد، نورتينا في شاي الضحى مره ثانيه، نقول لك ألف ألف مبروك. يعطيك العافية، الله يبارك فيك، مشكورين على الاستضافة ووايد سعنا الصراحة. شكرا لك. يعطيك العافية. نطلع فاصل من بعدها راح نتواصل معاكم في فقراتنا في شاي الضحى.
تثقيف المجتمع بالتطورات القانونية عن طريق الاستشارات القانونية والندوات، موضوع حديثنا القادم مع مؤسس وشريك في شركة لوبيديا المحامية شهد الملحم. الميدالية الذهبية لرماية البندقية الهوائية، موضوع حديثنا القادم مع الرامية المهندسة حصة زايد. معكم هلا الحميضي، تابعونا في فقرة علم الشخصية. كلنا نحتاج خدمة العملاء، ويومياً نمر بتجارب مع مقدمين خدمة العملاء، أو إحنا نكون العملاء، أو إحنا مقدمين خدمة العملاء. خدمة العملاء كلنا لازم نجي. تابعوني في فقرة لكل مزاج علاج في شاي الضحى، معكم دكتورة عذار الفضلي. إذن رجعنا معكم مشاهدين ومستمرين في فقراتنا ببرنامجكم شاي الضحى، ولأن احنا قاعدين نتكلم عن الجانب الرياضي النسائي. تم اختتام أمس في دولتنا الحبيبة الكويت أول بطولة لرفع الأثقال بتتويج الفائزات، وذلك على صالة نادي التضامن الرياضي، وحازت على المركز الأول الفائزة إيلاف القطان، وهذا طبعا يدل على المرأة الكويتية قادرة على المنافسة في كل المجالات الرياضية. الصراحة يعني هذا خبر جدا مفرح. احنا دائما نشوف في بعض الرياضات تكون جدا صعبة ونقول إن المرأة ما تقدر، لا، المرأة الكويتية اليوم تغلبت على كثير من التحديات والأمور، وقدرت إن هي تنجز وتتحدى العقبات. أيضا لمحبين يمكن رياضة رفع الأثقال، هناك إنجازات نسائية كويتية أكيد إحنا نفتخر فيها في كل المجالات. راح نروح معاكم إذا مشاهدينا إلى فقرتنا القادمة في برنامجكم شاي الضحى. للشخصية طباع وأنماط تتشكل حسب الظروف المحيطة فينا، تابعوا كثير من التفاصيل مع الأستاذة هلا الحميطي. حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم نكمل سلسلة سمات علم الشخصيات، واليوم عندنا سمة جديدة اللي هي الثينكر والفيلر. الثينكر اللي هو الشخص اللي يبني قراراته على الحقائق والأدلة. الفيلر اللي هو الشخص اللي يأخذ قراراته بناء على أحاسيسه أو شنو يحس اللي هو الصح. ليش مهم نعرف هالشيء؟ مهم نعرف عشان نعرف شلون نتعامل مع الأشخاص اللي حولنا، سواء في بيئة العمل أو بالمنزل أو بالحياة كعامة. خلنا نتكلم عن بيئة العمل بداية. إذا كان مديرك أو شخص تشتغل معه زميلك في العمل من شخصية الثينكر اللي هو الشخص اللي يبني قراراته على المنطق والأدلة، أول شيء شلون تعرفه؟ راح تشوفه أول ما تيله بتكلمه عن مشروع، بتكلمه عن شغلة معينة، بيقول لك شنو الرفرنس مالك، شنو المرجع مالك، عطني الأدلة. إذا بتعطيه مهمة يسويها إذا كان شخص هو يشتغل لك، بيقول لك عطني البوينتس، عطني النقاط اللي تبيني أشتغل عليها. هالشخص ما راح يفهم إذا قلت له لا أبيك تسوي هالشيء شفوي. لازم الشيء يكون مكتوب، ولازم الشيء يكون واضح جدا، لأنه هو يمشي على هالأشياء. وأهم شيء لازم يكون أكو مرجع.
احنا قاعد نسوي هالشغله علشان نوصل لهالشغله، قاعد نسوي هالشغله لان كانت او انفعت في اماكن ثانيه. نفس الكلام يروح لمديرك، اذا انت بتي بتقنعه خلينا نقول على ترقيه او اي شيء الى اخره، اتي تعطي الادله. انا واحد سويت هالمشروع، اثنين دوامي كان ممتاز، تكمل اللستة الى اخره وتوريه الادله، هني راح يفهم. اني للبيت، اذا كان ابنك من هل عنده السمة اللي هي الثنكر، اللي يحب الأشياء أن تكون موجودة بنقاط معينة، لما أنت تكلم عن مستقبله في المدرسة أو أي مكان آخر تقول له يا فلان يا بنتي أو يا ولدي أنت لازم تنجح أو لازم تدير بالك على دراستك أو حتى في حياتك الاجتماعية، الأصدقاء المعينين إن شلون تنتقيهم، لأن والله مستقبلاً راح يصير 1 2 3. إذا أنت ما درست وخذت هالنسبة، هالنسبة المعينة ما راح تدخلك الجامعة اللي أنت تبيها. هالأصدقاء إذا أنت صادقتهم راح يصير لازم تكتب له، هو ما راح يستوعب إذا كلمته شفوي. إني لكم للفيلر اللي هو الإنسان اللي ياخذ قراراته بناء على عواطفه. هالشخص طبعا اكثر مكان خطر ينحط فيه اللي هو الموارد البشريه في العمل، لانه ما راح يفنش اي شخص. بيكون مثلا اذا قلت له فنش الشخص الفلاني والله حضوره شغله الى اخره، بيقول لك لا والله مسكين عائلته، ويعني هو طيب. فهالشخص ما تحطه موارد بشريه. اذا بالتعامل مع هالشخص، ان كان شخص يشتغل عندك أنت مديرة أو هو مديرك، تي وتكلمه طبعاً ما تي بالحقائق، تكلمه بالعاطفة بالأحاسيس. أنا والله تعبت، أنا والله عندي أسرة، أنا والله الشغل الفلاني يسعدني، الشغل الفلاني يخليني طموحة إلى آخره، وراح يقتنع. إذا بالبيت عندك هالولد ما تي إلا بالحقائق، ما تي إلا بالأرقام طبعاً، تكلمه أنت إذا نجحت راح تسعدني، أنت راح تخليني فخور فيك، أنت إذا صادقت هالناس المعينة اللي هم سمعتهم طيبة، سمعتك راح تصير طيبة، سمعة عائلتنا راح تصير طيبة، راح يستجيب لك. إذا كان شريك الحياة سواء زوج أو الزوجة، أنت إذا سويت لي هالشغلة راح استانس، أنت هالشغلة راح تفرحني فيها، وإلى آخره. وإن شاء الله حلقة جاية وفقرة جاية ونتكلم عن سمة جاية في علم الشخصيات. حياكم الله. رجعنا لاستديو شاي الضحى، كل الشكر للأستاذة هلا الحميضي على المعلومات اللي فعلا تفيد المرأة بجوانب كثير من حياتها. حلو فعلا نتعرف على أنماط الشخصية، لكن في الاستديو اليوم عندنا أيضا مع الشاي موضوع يهم كل فئات المجتمع. دائما ثقافة الوعي القانوني تجنبنا وتجنب كثير من الناس من الوقوع بالخطأ سواء بالتجارة أو في حياتها اليومية في معرفة الحقوق والواجبات. اليوم معنا فريق في الاستديو، هذا الفريق كامل مؤهل أن يقدم مادة للمجتمع من خلال الهيئات والحكومات والمدارس والجامعات أيضا بدون أي مقابل، فقط هدفهم التوعية والتثقيف. راح نتعرف أكثر على هذا الفريق، لكن قبلها تابعوا معنا هذا التقرير. دائما تسألونا شنو لوبيديا؟ احنا فريق مكون من شباب وشابات كويتيين نجتهد عشان نوفر لكم 4 خدمات: التدريس، التدريب، مراجعة البحوث والترجمة، واخر شيء استشارات للدراسات العليا. كشباب وشابات كويتيين نحرص أن نقدم أفضل جودة في تدريس طلبة كليات القانون والحقوق. كل عضو في الفريق مختص بتدريس مادة معينة ومتميز فيها، وإذا كنت مشغول وما قدرت تجي لا تحاتي، مع بيم صارت محاضراتنا مسجلة أونلاين تشوفونها بأي وقت يناسبكم. وفي لوبيديا نحرص دائما على أن نقدم لكم أفضل الورش والدورات القانونية سواء داخل أو خارج الكويت.
إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، نرحب في ضيفتنا المحامية شهاد الملحم. صباح الخير. صباح النور. حياك الله معنا في شاي الضحى، منورتنا. ما شربتي الشاي؟ إن شاء الله الحين. حبيبتي إن شاء الله وحياك الله معنا، وفعلا احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا. أكيد خلينا نقول تعرفينا عن فريق لوبيديا أكثر، وتمثلين هذا الفريق خلينا نقول التطوعي اللي فعلا قاعد يساهم بتثقيف المجتمع، واحنا دائما نحب أنه يكون في هناك ثقافة خصوصا بالوعي القانوني. في البداية خلينا نتعرف أكثر على فريق لوبيديا التطوعي. فريق لوبيديا هو فريق كامل من ضمن قسم للتطوع أيضا. ففريق لوبيديا أسسنا أنا وأستاذة إسراء القلاف لما كنا قاعدين ندور على الثقافة القانونية. لما كنا في الجامعة كنا نخرج عن إطار الجامعة في كلية الحقوق، نبي دورات قانونية أكثر، نبي نثقف نفسنا من ناحية قانونية أكثر. فقلنا إذا ما لقينا هالشيء يفضل أن إحنا نأسسه مع مجموعة من الشباب والشابات الكويتيين. احنا وايد نفتخر ان احنا شباب كويتيين باعمار صغيره، وكل من موجود في الفريق مؤهل ليقدم خدمه معينه، سواء خدمه في المحاماه، سواء خدمه في القسم التجاري او القسم الجنائي او ايا كان. نعم، يعني ما شاء الله الاقسام كثيره عندكم في فريق لوبيديا. ودنا استاذه نتعرف على الخدمات اللي يقدمها كل قسم للمجتمع. نفس ما شفتوا قبل شوي احنا عندنا 4 أقسام. القسم الأول هو التدريس، احنا نوفر لطلبة كليات القانون وكليات الحقوق في الكويت ونساعدهم في الفاينل، نساعدهم في توصيل المعلومة، يحجزون من خلال انستغرامنا أو في الواتساب. يحجزون مثلا طالب يقول لي أنا أبي مادة جزاء، مساعدة في مادة جزاء، عندنا مثلا أستاذة بشاير الشاهين تدرس مثلا مادة جزاء عام، فيقعدون مع أستاذ هذا بشائر الشاهين. في بعض الأحيان يكون حزة فاينل، نبطل قاعاتنا، ندرس الطلبة بشكل أكبر على شكل محاضرة أكبر. الخدمة الثانية اللي نقدمها وهي تقريبا تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، اللي هي استشارات للتقديم على الدراسات العليا. فالطالب ممكن فالطالب ممكن يبي يقدم على الماجستير في أمريكا، ممكن يبي يقدم ماجستير في بريطانيا مختص فقط في الحقوق. فنساعدهم في هذا الموضوع، نساعدهم في اختيار الجامعة الأفضل، نساعدهم في اختيار الدولة الأفضل لهم. فإحنا ما نقدم بدالهم، إحنا نقدم لهم هذه الاستشارة، طريقة التقديم، شلون يختارون مثلا لطلبة الدراسات العليا في الدكتوراه، شلون يختارون الجامعة، شلون يختارون المشرف. مثلا هذا القسم الثاني. عندنا القسم الثالث هو مراجعة البحوث، أيضا يعتبر القسم الأول من نوعه في الكويت. إذا كان هناك مثلا طلبة بكالوريوس قاعدين يكتبون بحث معين، يبون يسوون تقرير معين، إحنا بإمكاننا نساعدهم في هذا التقرير، نساعدهم في طريقة الهوامش، في طريقة التعديل. أيضا لطلبة الماجستير نساعدهم في هذا الموضوع ومقترح الدكتوراه أيضا. نعم، توفرون عليهم كثير من الجهد والتعب. الواحد لما يحصل أشخاص مختصين يأخذ منهم الاستشارة، حس الموضوع هذا وايد جميل الصراحة، ويكون دقيق من الأشخاص اللي فعلا ممكن يقدموا لنا المعلومة بشكل تخصصي أكثر. طيب خلينا نتكلم عن الطلبة. يعني أكيد دائما الواحد مثلا يفكر بالمجالات القانونية، لكن بالنسبة لفريقكم أكيد يمكن في بعض الطلبة ودهم أنهم يتعرفون أكثر أو ينضمون للفريق. هل لازم يكونون مثلا عندهم شهادة بالقانون؟ هل لازم يكونون أشخاص قانونيين علشان يقدرون ينضمون لفريقكم أكثر؟ إحنا وايد سعيدين أن إحنا الحين من خلال برنامجكم راح نعلن عن برنامجنا التطوعي لكليات الحقوق والقانون. طبعا هذا البرنامج الأول أيضا من نوعه في الكويت، إحنا وايد فخورين أن عندنا كل شيء الأول من نوعه في الكويت. فبطلنا باب التقديم للتطوع. الطلبة اللي موجودين سواء في جامعة كيلا أو كلية الحقوق في جامعة الكويت الحين يقدرون ينضمون لنا كفريق. الفريق أساساً هو لخريجين كليات الحقوق والقانون، ولكن الحين لأول مرة راح نقبل الطلبة والطالبات. وايد منهم حبوا فريقنا وتعرفوا علينا، وكان بخاطرهم انهم ينضمون لنا، يكونون جزء من هذا الفريق. يعني نعم جزء من هذا الفريق. فوايد منهم حالياً قاعدين يسألوننا
شنو نسوي احنا كمتطوعين، شنو التزاماتنا وواجباتنا. فمن الاشياء اللي احنا نقول لهم اياها ان انت كمتطوع في البدايه راح تكون ممثل لكليتك وممثل لدفعتك الدراسيه، فاذا كانوا الطلبه بحاجه الى شيء معين يوصلوا لنا هذه المعلومه واحنا نقدر نوفر لهم هذه الخدمه بشكل افضل. حلو. احنا عندنا شيء اسمه ثينك تانك او يعني الاجتماعات الابداعيه اللي احنا نطلع فيها افكار جديده وننفذ هذه الافكار. فالطلبه ايضا ينضمون لنا ويساعدونا في تطبيق هذه الافكار. كون احنا الفوكس كبير عليهم فهم يعرفون شنو اللي يحتاجونه. فوايد طلبة أيضا قاعدين يسألون كون كلية الحقوق وكلية القانون وايد يبذلون جهد داخل الكلية، فخايفين شنو الوقت اللي وقت التطوع، هل أنا رح أقصر في دراستي؟ يكون متناسب مع خلينا نقول الدراسة أو غير متناسب يعني مثلاً؟ إيه هذا أكثر سؤال وصل لنا هذا الأسبوع، وقلنا لهم أكيد البرنامج التطوعي رح يكون بناء على جدولكم الدراسي. نعم حلو. فأكيد ما رح نخليكم تقصرون في مع الجامعة. يعني. نعم يعني إذا كان عندهم وقت فراغ ممكن يستفيدون ويستثمرون هذا الوقت من خلال انضمامهم لفريقكم. أنا ودي أتكلم عن الخدمات اللي قاعد تقدمونها للمجتمع واللي حضرتك ذكرتيها، على أي أساس تم اختيار هذه الخدمات؟ احنا نوفر خدمات كثيره للمجتمع. نعم. احنا نروح المدارس نوفر معلومات للطلبه، توعيه للطلبه وايضا توعيه مثلا للمدرسات. شركات معينه تطلبنا لتقديم المعلومات القانونيه لموظفينها. نعم. ممكن نقدم بعض ايضا الخدمات القانونيه. نعم. للاشخاص اللي يجون ويطلبوا مثلا بدوا بزنس معين نساعدهم في ترتيب هذا البزنس، وايضا من خلال مثلا برنامجكم اليوم راح نتكلم عن قانون العمل الكويتي. نعم. فنخدم المجتمع من خلال توصيلنا لهذه المعلومات. نعم. كثير من النقاط أكيد راح نذكرها إن شاء الله في المحور القادم، لكن أنا ودي أتكلم عن شغلة وايد مهمة من خلال تثقيفكم للمجتمع بالجامعات بالمدارس حتى بالنسبة للمدرسات. هل تحسون فعلا في وعي بالجانب القانوني بالنسبة لشرائح المجتمع؟ هل تحسون فعلا زاد هذا الوعي القانوني؟ لأنه نحس من أكثر الجوانب المهمة في حياتنا لازم يكون عندنا هذا الوعي القانوني. ليش الواحد يعيش غافل عن كثير من الأمور القانونية وعشان لا يطيح في الخطأ؟ فإيش كثر حسيت إنه في تجاوب في وعي بالنسبة للمجتمع؟ المجتمع الكويتي مجتمع جدا مثقف ويتم المعلومة والثقافة القانونية خاصة لما تكون صحيحة وفي مكانها. نعم. فلما تكلمنا مع وايد ناس سواء لما رحنا بالمدارس أو الشركات لاحظنا أن كلهم تقريبا عندهم خلفية قانونية. نعم. لكن كانت تنقصهم التفاصيل، فلما عطيناهم التفاصيل استانسوا وايد، استخدموا هذه الثقافة القانونية في أنهم أيضا هم من نفسهم ينشرون هذا العلم، فاستفادوا وايد الحمد لله. حلو، يعني أنه فيه فايدة فعلا، وكل فئات المجتمع من وجهة نظري أنهم يحتاجون أن يتقفون قانونيا. لكن من وجهة نظرك أستاذة وأنت قانونية، شنو الجوانب اللي لاحظتي من خلال زياراتك للجامعات والمدارس والخدمات اللي قاعد تقدمونها للمجتمع لمست أنها تحتاج تثقيف أكثر عندنا في المجتمع فيما يخص القانون؟ من الأشياء اللي إحنا نحس حاليا اللي تحتاج لتثقيف هو قانون العمل الكويتي للناس اللي يشتغلون في القطاع الخاص. لاحظنا وجود الكثير من النساء قامت تتجه من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص، سواء انها قاعده تبدي البزنس الخاص فيها، بطلت شركتها الخاصه او تشتغل في الشركات الخاصه. ففي جوانب معينه تكلم فيها قانون العمل تخص المراه بشكل خاص، فاحنا حبينا يعني نثقف الناس في هذا الموضوع عشان يكون عندها هذا الوعي القانوني وهذه الثقافة القانونية. لكن أنا ودي أسأل عن بالنسبة للاستفسارات القانونية، هل يجونكم أشخاص من أي خلينا نقول مؤسسات وغيرها ودهم منكم مثل تعطونهم ورشة محاضرة عن الوعي القانوني وغيرها من الأمور؟ لأن أنا أحس أن هذا شيء وايد مهم يكون عندنا هذه الثقافة القانونية، كون أن مثلا الشركات والمؤسسات وغيرها تحتاج يكون فيها هذا الوعي القانوني. فهل ممكن تروحون تعطونهم بعض المحاضرات عن خلينا نقول القانون في أي مجال كان؟ اي نعم. فمن الاشياء اللي ايضا نفتخر فيها ان احنا بعد اول ناس قدمناها في الكويت هي دوره اللغه الانجليزيه القانونيه. نعم. كثير حلو. من الناس يجهلون ان اللغه الانجليزيه اللي نستخدمها في السفر او في المطاعم تختلف تماما عن اللغه الانجليزيه القانونيه. نعم. فيطلبون وايد منا شركات ان احنا نسوي لهم ورشه، واحنا الحين حاليا عندنا ورشه ان شاء الله في شهر 11. نعم. اي شخص بامكانه ينضم لهذه الورشه. نعم. اللي هي اللغه الانجليزيه القانونيه. شنو يكون في هذه الدوره يعني
هل يعني مثلا تقصدين المصطلحات الإنجليزية الخاصة فقط في القانون؟ هي مصطلحات أول شيء القانونية اللي يستخدمها الشخص اللي عنده background أو خلفية قانونية في حياته اليومية. راح نتعلم عن طريقة أو بداية أو مقدمة لطريقة كتابة العقود في اللغة الإنجليزية. راح نتكلم أو ناخذ نبذة عن القانون الأمريكي. كون كثير من الشركات هنا في الكويت قاعدة تتعاون وتتواصل مع أمريكان فتحتاج إلى هذه النبذة وهذا الموضوع. فراح ناخذ وايد أشياء مهمة جدا، يعني ما راح تكون مجرد شخص يلقيها وهم يسمعونها. راح تكون فيها تدريبات كثيرة، عشان شيء احنا نسميها ورشة ما نسميها دورة يعني. صحيح الورش مهمة جدا، لأن أنا ممكن أسمع لكن ما أطبق الكلام، أو ممكن في جزئية تكون مفقودة. حسب الورشة ممكن الواحد يستفيد أكثر، صار فيها ممتعة يعني، ما يصير الموضوع فيه ملل وروتين. عادة إيش كثر تأخذون بالورشة يعني ساعات العمل وهذا كله؟ هل يأخذ منكم مجهود كبير؟ هل في ساعات معينة مثلا تلتزمون فيها؟ إيش كثر يحتاج منكم الشغل مجهود؟ إن شاء الله أنا راح أقدم ورشة اللغة الإنجليزية القانونية، فخذاني أشهر إني أطلع المنهج، لأن أنا لما درست في أمريكا الماجستير وأيضا درست اللغة الإنجليزية القانونية في جامعة كامبريدج في بريطانيا، تعلمت وايد أشياء وحاولت يعني أخلق منهجي الخاص. فهذا المنهج يأخذ أشهر للشخص أنه يقدمه، لكن تقديم الدورة علشان تكون دورة فعلا على مستوى، مدة الدورة 5 أيام، اليوم الواحد نقضي فيه ساعتين مع بعض، وتكون نفس ما أنت قلته ورشة يطبقون فيها أشياء. راح يحاولون يكتبون عقدهم الخاص، راح يحاولون يكتبون إيميلاتهم الخاصة، راح يكون في هناك مناقشة كأن هناك موكل إنجليزي وهم كمحامين، فراح يكون في وايد أشياء عملية. أيضا ما تملل الشخص لما يكون حاضر في دورة مدتها 5 أيام. أنا حبيت الفكرة فاطمة، أحس إن فعلا الواحد يحتاج يعني مو بس باللغة العربية حتى باللغة الإنجليزية، لأن فعلا هذه مصطلحات قانونية ما أحس إن الواحد يفهمها مرة. فعلا خاصة للطلبة اللي يعني راح يروحون ويقضون سنوات برا يعني الديرة، توقع يحتاجون أن يأخذون مثل هذه الورش، تعلمون قانون الدولة اللي هما راح يعيشون فيها فترة من العمر. راح نكمل إن شاء الله معك أستاذة شهد حوارنا، لكن نطلع مع كل متابعينا فقرتنا الأسبوعية مع الدكتورة عذاري الفضلي. علشان نوصل لأهدافنا وطموحنا لازم يكون عندنا خطة، وراح نتعرف مع فقرتنا الجاية على نصائح في التنمية البشرية مع الدكتورة عذاري الفضلي، تابعوها. صباح الخير، حياكم الله معاي فقرة جديدة من لكل مزاج علاج. اليوم راح نتكلم عن حالة المزاج الانزعاج، أو دائما الشخص يكون في حالة منزعجة، مضايق من كل شيء، سريع العصبية، بسرعة ينفعل، بسرعة يعصب. هذه الحالة المزاجية ممكن تصيب الشخص نتيجة تراكم ضغوطات حياتية أو نفسية قاعد يمر فيها، ففجأة نحس أنه هو منزعج من كل شيء، ما له خلق أنه هو ينطر أو أنه يساعد نفسه في الانتظار، فدائما يبي كل شيء يكون بسرعة، ودائما يبي كل شيء يكون على أتم يعني الصحة، ما يبي الأخطاء ويتوتر وايد إذا شيء صار فيه غلط. طبعا هذه الحالة المزاجية وايد سهلة التعامل معاها، وإن إحنا نقدر نطردها ونتخلص منها حتى في أوقات بسيطة جدا خلال يومنا. أول شيء دائما نخصص أوقات استراحة خلال يومنا، يعني بين كل ساعتين أخذ بريك 10 دقائق أو ربع ساعة، أقعد أشرب فيها قهوة، أقرأ كتاب، أو بس أن أنا أتأمل بالمكان اللي أنا فيه، أبتعد شوي عن الصوت أو الضغوطات المزعجة لمدة 10 دقائق. هذا الشيء راح يساعدك وايد أن أنت تعدل من مزاجك وترجع متجدد إلى العمل اللي أنت كنت قاعد تسوي. فنخلي دائما أوقات استراحة يوميا وبشكل متقطع خلال يومنا.
ثاني شيء، حاولوا دائما تدخلون في حياتكم أوقات للتأمل، للاسترخاء. تكون هذه الأوقات إن إحنا نحط بس موسيقى هادية، أو نقعد في خلينا نقول مكان أو كافيه هادي، نحاول إن إحنا يعني بس نركز ونرخي أعصابنا ونهدى لي خلينا نقول نص يوم، وبعدين نكمل أيامنا وعملنا خلال الأسبوع. الفترة هذه وايد تشحن طاقتنا وتعطينا خلينا نقول طاقة تساعدنا في تعديل مزاجنا إذا ما كان أسبوع كامل إلى يومين أو ثلاثة أيام. هذه الأعمال البسيطة وايد تساعد في تعديل المزاج، في تهدئة النفس، تخلي الواحد وايد هادئ ومستعد إنه هو يؤدي الأنشطة اللي كان غرقان فيها أو ضاقته. والطريقة الثانية بعد إن نستخدم عبارات الأنا. عبارات الأنا اللي هي إن دائما نقط اللوم لأي خطأ صار أو لأي تعطيل على أنفسنا، ما نقط اللوم على غيرنا، لأن هذا الشيء راح يساعدك وايد في فهم المشكلة وبالأسباب وين بالضبط السبب اللي خلينا نقول ظهر علينا هذه المشكلة منها. أما قط اللوم على الآخرين فراح يخلينا في عصبية وفي مزاج منزعج طول الوقت، إنه هما سبب المشكلة، أنت اللي تأخرت، أنت اللي ما قمت بهذا الشيء. فنبتعد عن عبارات الأنت، وحاول إن أنت تقط اللوم على نفسك وتتحمل مسؤولية الظرف أو المشكلة اللي أنت تمر فيها. هذا الشيء راح يساعدك وايد في إيجاد الحلول، وتساعد نفسك إنك أنت تطلع من هذا المزاج المنزعج. وآخر نصيحة، حاولوا دائما عشان تفرغون هالعصبية والمزاج المنزعج اللي قاعد تمرون فيه، استخدموا أسلوب الكتابة. الكتابة طريقة علاجية احنا نستخدمها في جلساتنا، ان الشخص لما يتكلم او يفضفض للورقة راح تساعده وايد في الاسترخاء وفي حتى الهدوء البال، والأفكار راح تترتب في باله أفضل من إحنا يعني نقعد طول الوقت ونفكر بكذا شغلة بنفس الوقت ومو قادرين نفضفض لأي شخص ولا عندنا أحد إن إحنا نفضفض له. فنلجأ إلى أسلوب الكتابة. فهذه كانت طرق سريعة للمزاج المنزعج أو العصبية والتوتر، علشان نقدر إن إحنا نطرد هذا المزاج ونعدله ونحاول إن إحنا نتخلص منه. وأشوفكم إن شاء الله في فقرة جديدة من لكل مزاج علاج. مع السلامة. إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذه الفقرة الجميلة، وراح نكمل مع الأستاذة شهد، لأن فعلا الوعي القانوني جدا مهم. لكن يعني فريق لوبيديا يعني من خلال هذه الاستشارات القانونية وأيضا هذه الأمور اللي يقدمها كورش وغيرها، هل هو الفريق التطوعي الأول من نوعه بالكويت؟ نعم، إحنا كفريق والخدمات اللي نقدمها، وخاصة إحنا كويتيين أو شباب صغار، نعم إحنا الأول من نوعنا كل في الكويت. من الكويتيين. كل الفريق كويتيين، شباب وبنات، وكلنا مؤهلين لتقديم هذه الخدمات. يعني ما نحط شخص إلا شخص يكون مؤهل. يعني مثلاً عندنا أستاذ عمر البشارة يشتغل في القسم الجنائي في المحاماة، وعنده مكتبه الخاص مثلاً. فهو من الناس اللي يدرسون مواد الجنائي ومواد الجزاء. فعندنا كل شخص واللي يحبه واللي هو يكون عنده passion أو شغف فيه، هو تكون الخدمة اللي يقدمها في لوبيديا. نعم أستاذة، يعني ودنا نتكلم عن قانون العمل في القطاع الخاص، وخاصة بالقوانين اللي تخص المرأة. هل هذا القانون يعني وضع لي يحمي المرأة ويميزها في بعض الأمور لطبيعة حياتها وروتينها كامرأة؟ هل في أمور تميز المرأة في القانون خاصة بالقطاع الخاص؟ قانون العمل الكويتي يميز المرأة ويضع لها حقوق كثيرة. يعني من أهم الحقوق هذه اللي ما قاعد نشوفها تتنفذ للأسف الشديد، اللي هي شيئين. رقم واحد اللي هي ساعتين الرضاعة، المرأة العاملة في القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي، لكن الحين قاعد نتكلم عن القطاع الخاص، يحق لها ساعتين رضاعة.
فكثير من الناس اللي او كثير من النساء اللي يشتغلون في القطاع الخاص يعرفون عن هالمعلومه، مو ما يجهلونها، صارت المعلومه هذه جدا مشهوره. لكن رب العمل ياتي من 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 يعني مكان اللي يقول لهم لا، لكن هذا ما يتطبق على شركتنا مثلا، او هذا الموضوع ما يصير الحين، فيحاولون يخدعون المراه في بعض الاحيان انها ما تاخذ حقوقها الكامله اللي اصلا موجوده في قطاع او في قانون العمل. نعم، خلينا نوقف عند هذه النقطه. بالنسبه لساعتين الرضاعه ذكرت، يعني نعرف انه بالقطاع الحكومي موجوده وممكن المراه تروح وتطلب هذا الوقت، لكن بالنسبه للقطاع الخاص ذكرت انه ممكن رب العمل او الشركه نفسها يعني ما تكون صريحه مع الموظفه نفسها، او ممكن تقول احنا ما ينطبق عندنا. شلون هي تعرف، شلون تتاكد ان فعلا هي يحق لها قانونا علشان الوحده تاخذ حقها، لانها تشتغل اليوم شركه، وكثير من السيدات اليوم في القطاع الخاص وبشركات كبيره تعملوا لساعات طويله بعد. يعني القطاع الخاص هم نظام الدوام والشغل فيه يختلف عن القطاع الحكومي. صحيح، طبعا المراه لازم دائما تثقف نفسها قانونا، لان الحمد لله يا رب احنا قاعدين في دوله تحمي المراه وتنصر المراه من خلال قوانينها. فلما المراه تعرف حقوقها تعرف الطالب فيها. فاحنا عشان كذي احنا موجودين كفريق لوبيديا لنشر هذه الثقافه، ونطلب ان المراه الكويتيه القراءه اكثر في القوانين علشان تعرف ان حقوقها كلها موجوده، وما حد يقدر يشيل حقوقها منها. نعم. او يعطيها تمويه انها مو موجوده. نعم، من واقع خبره، يعني هل لمستي ان المراه العامله في القطاع الخاص نوعا ما تجهل حقوقها في العمل كقانون؟ أنا أعتقد نفس ما قلت لكم، المرأة مثقفة جدا في الكويت الحمد لله يا رب، لكن القانون ساعات يصعب على البعض أنه يفهمه طبعًا. يصعب على البعض أنه يعرف إذا كان يطبق عليه أو لا. صح. يطبق عليه. فعشان كذي في بعض النساء تجهل حقوقها، تجهل ان القانون يحميها، فعبالها هذه القوانين مو موجوده، فمسكينه ما تطالب فيها يعني. صحيح، ويمكن يقولوا لها هذا ترى بس بالقطاع الحكومي، القطاع الخاص ما عندنا احنا مثل هالاجازات هذه. طيب ذكرتي ايضا نقطه لكن ما فسرت فيها اكثر استاذه شهد، بالنسبه لاجازه الوضع للمراه، نعرف ان في اجازه قبل الوضع وفي بعد الوضع، ودنا نتكلم عن هالموضوع هذا، هل فعلا ايضا بالقطاع الخاص، وكم يوم اذا يحق لها تاخذ هذه الاجازه؟ في القطاع الحكومي المرأة عندها خلينا نقول حقوق أكثر من ناحية إجازة الوضع والأمومة. هذا قانوناً يعني؟ قانوناً إيه. نعم. في القطاع الحكومي. أما في القطاع الخاص المرأة أثناء الوضع يعني عندها 70 يوم فقط للأسف الشديد، يعني نتمنى أن هذا الشيء يتغير، 70 يوم براتب كامل، لكن يجوز لرب العمل أنه يعطيها 4 أشهر إضافية. نعم. لكن من غير راتب. فالكثير من النساء تجهل ال4 أشهر الإضافية، تدري أن في 70 يوم مدفوعة الراتب، لكن يعني نسأل من المرأة أو نطلب من المرأة أنها تطالب في هذه ال4 أشهر. صح أنها تعتبر بدون راتب، لكن من حقها كمرأة أنها تطلب وتقعد في بيتها. أمن أن وظيفتها موجودة لكنها في فترة إجازة، خلينا نقول طفل رضيع يحتاج الأم، ووجودها وايد مهم. طبعا طبعا، وأيضا في نص المادة ذاتها يمنع رب العمل من أنه هو يفصل هذه المرأة أثناء تمتعها في هذه الإجازة. حلو. نعم. نعم، توني يعني خطر على بالي فعلا هذا السؤال، إذا كان هال4 أشهر اللي هي قاعدة فيهم بالبيت ممكن تعطل العمل عنده، ممكن يكون محتاج، هل يحق له؟ فأنت جاوبتي أنه ما يفصلونها من العمل. وهل في قانون أيضا ثاني يخص المرأة، أمور تميز المرأة في القطاع الخاص كإجازات؟ صح، مو كإجازات، القطاع الحكومي شوية ما في إجازات كثيرة للأسف الشديد، لكن نفس ما ذكرنا أن ال4 أشهر وايد من النساء تجهل عنها في القطاع الخاص، وأيضا نفس ما قلنا ساعتين الرضاعة تكون لمدة 2 سنين من 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 الوضع الى 2 سنين، تاخذ هذه 2 ساعات الرضاعه. لازم المراه تعرف شغله معينه، لان في بعض الاحيان في ناس يحاولون ما يقدمون المعلومه بشكل صحيح، يقولون نعم عندك 2 ساعات رضاعه لكن لازم اخصم من معاشك،
هذا الكلام خطأ وغير قانوني، غير قانوني، هذه فيها مخالفة قانونية. فالمرأة اللي يعني اللي توها والدة عندها سنتين تأخذ ساعتين أوف بدون لا ينخصم من معاشها، بدون لا يتغير من معاشها، بدون لا يطالب منها أي شيء ثاني أو أي تعويض آخر على هذه الساعتين. والله يعطيهم العافية على هذا القانون، لأنه فعلا يعني وايد مهم بالنسبة لهذه الفترة قرب الأم من الطفل الرضيع يعني. والمفروض كأي خلينا نقول مؤسسة تقدر هذا الوضع، يعني هذول هم ترى أبناء المستقبل، قادة المستقبل، المفروض نهتم فيهم وأيضا تكون حقوقهم كاملة بالنسبة لهم. لكن ذكرتي نقطة وايد مهمة، قلتي إن المرأة تعرف خلينا نقول كثير من الجوانب القانونية، لكن إحنا ترى أنا حين أقول لك إياها بالقطاع الحكومي يمكن ترى عارفين، ما أدري، أحس الرؤية واضحة بالقطاع الحكومي، لكن بالقطاع الخاص تظل المرأة ترى تبحث تبحث لكن ما تحصل المعلومة الدقيقة 100%. فريق لوبيديا ممكن يسهل على المرأة، شو ممكن تتواصل معكم أي سيدة مثلا إذا عندها استفسارات في مجال عملها، عندها بعض الجوانب القانونية اللي ودها تتأكد منها؟ المرات تخافين تاخذين خطوة ما تعرفين كانت قانونية أو لا، هل تاخذين حقك ولا ما تاخذين حقك، شو ممكن يتواصلون معكم؟ النقطة اللي قلتيها صحيحة جدا، في القطاع الحكومي المرأة لما تبحث عن المعلومة القانونية والطالب فيها ما تخاف على وظيفتها، لكن أعتقد الرهبة موجودة في القطاع الخاص لما المرأة تخاف أيضا الطالب، ممكن إما تعرف المعلومة أو ما تعرف وتجهل عن المعلومة، لكن إذا طالبت ممكن أحد يقول لها رح أخصم، رح أضطر أفصل. فكل هذه المعلومات احنا بامكاننا نجاوب عليها. هل هذه التهديدات انا اعتبرها لانه تمس المراه وحياتها واستقرارها المادي وايضا الاجتماعي، هل هذه التهديدات ممكن يعني تكون غير قانونيه؟ ممكن تقاضي مثلا مديرها اللي قاعد يهدد هذا التهديد في القطاع الخاص؟ أعتقد التهديد هذا ممكن ما يرقى إلى أنها تقدر ترفع عليه قضية، لكن إذا فعلا نفذ هذا التهديد، إذا فعلا خصم عليها على أوراق يعني بين أن في خصم أو غيرها، إذا خصم عليها فعلا فيعتبر هذا مخالفة للقانون وبإمكانها تلجأ إلى القضاء. علشان كذي إحنا موجودة صفحتنا على الإنستغرام lopedia_kw، وأيضا موجود رقمنا للمرأة أو الرجل أو أي شخص موجود في المجتمع الكويتي سواء كان كويتي أو غير كويتي، بإمكاننا يلجأ لنا وراح نقدم له المعلومة القانونية اللي يحتاجها. يعطيكم العافية، والله ما تقصرون، فعلا المجتمع يحتاج هذا الوعي الكبير بالجانب القانوني. صح. شنو رؤيتكم المستقبلية ومخططاتكم إن شاء الله لفريق لوبيديا؟ هل تتوسعون أكثر في مجال عملكم؟ ودنا نعرف تفاصيل. إن شاء الله بإذن الله إحنا حابين نتوسع أكثر، نقدم الخدمات القانونية هذه أكثر، ونوعي الشعب الكويتي والناس اللي عايشين هنا في الكويت. من الأمور اللي حابة أذكرها قبل لا نختم إن شاء الله، هو شيء كثير من الناس يجهلون عنه سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، اللي هو وجود دور حضانة أو دار حضانة في المقر العمل نفسه. هذا يعني لازم يكون موجود؟ نعم، واجب على رب العمل. نعم. إذا كان هناك 40 امرأة عاملة في الشركة، نعم، واجب على رب العمل أن يحط دار حضانة داخل الدوام للأطفال اللي تحت 4 سنوات. نعم. فالحين كل النساء اللي موجودة في القطاع الخاص، إذا كنتوا 40 امرأة تقدرون الآن تطالبون رب العمل. أنا خلاني الموضوع أبكر واكد، لأن فعلا هذه من الأمور. صح. اللي تأزم المرأة حتى في عملها. نعم. حتى لو في أحد مثلا ينوب عنها في البيت مع طفله، لكن يظل هذا القلق موجود، يظل هذا التوتر، حتى مرات بالعمل تقعد تحاتي وايد، تتصل تليفون غيرها من الأمور، لكن ظل متوترة. صح. وأعتقد المرأة لما تشتغل في مجتمع موجود فيه كثير من الرجال، تخاف أنها تقول أبي أرد البيت، أبي أقعد مع عيالي. طبعا. أو إذا البيت بعيد يعني مثلا عن مكان عملها، هالشيء ممكن يحسسها بالقلق أكثر. هل أيضا بالقطاع الحكومي مفروض يكون في حضانة؟ نعم، يوجد حضانة. نعم. لكن أرقامهم مختلفة في القطاع الحكومي وموجود في قانون الخدمة. يعني مسج هذه هي الأرقام بالضبط، كم عدد الموظفات وغيرها. في القطاع الخاص إما 40 امرأة عاملة، ولا تزعلون إذا ما كنتوا 40 امرأة عاملة، إذا كنتوا 200 عامل توتل سواء رجال أو نساء. نعم. واجب أيضا على رب العمل أنه يحط دار حضانة للأطفال اللي أقل من 4 سنوات. أنا بقول شغلة، الحين المرأة تهتم ترى بموضوع. صح. الطفل ترى حتى الرجل عنده مسؤوليات، في بعض الرجال يعني هم يتناوب مع مرته أنه هو مثلا يقعد مع الأطفال، فأعتقد حتى 200. نعم. سواء عددهم كامل حتى لو كانوا رجال أو نساء، وإذا كان منفصل يعني أسماء هذا الرجل عن زوجته والحضانة عنده،
فايضا يحس بالمسؤوليه اذا راح يعني مقر عمله وعياله بعاد عنه، خاصه مثل ما قاعد تذكرين استاذه ان اقل من 4 سنوات فعلا يحتاج هذا الطفل انه يكون اقرب حق امه وابوه. صح كلامك صح، واعتقد المراه تؤدي بشكل افضل والاب ايضا يؤدي بشكل افضل لما يدري ان اطفاله موجودين تحت عينه، ولا يعتبر خوف المراه او الرجل على اطفاله يعتبر ضعف نفس ما يفسر في بعض اماكن العمل. نعم، كل الشكر لك استاذه شهد الملحم، نورتينا في شاي الضحى، وانا شخصيا وايد استفدت من الامور اللي ذكرتيها، واكيد كل السيدات اللي تابعونا عرفوا بعض الامور اللي ممكن احيانا نغفل عنها في الجانب القانوني. شكرا لك. شكرا، يعطيك الف عافيه. انت ما تشوفين انا مبتسمه لان حلو ان المراه يكون عندها هذا الوعي فاطمه والثقافه القانونيه. احس انه فعلا وقتنا الحالي لازم انت تطورين من نفسك، واحنا ترى على فكره دائما بشاي الضحى نذكر موضوع تطوير المراه وتمكينها في كل المجالات. طبعا المراه تحتاج ان نسلط الضوء على امور كثيره تثقفها وتوعيها في امور كثيره، يعني لازم احنا نتعلمها من الحياه علشان نقدر نطور من نفسنا ونقدر نعطي لهذه الحياه وفي العمل، خاصه يعني بالجانب القانوني. صحيح. فعلا القانون وضع علشان نعرف حقوقنا وايضا واجباتنا. بالتأكيد، ومن الوعي القانوني فاطمة إلى نجاح خدمة العملاء فعلا تكون من نجاح أي مشروع. تابعوا كثير من النصائح في هذا الموضوع مع الأستاذة رحاب الطواري. صبحكم الله بالخير مشاهدين برنامج شاي الضحى، فقرة جديدة من فقرات خدمة العملاء والجانب الإداري منها. دائما كعملاء لان نروح اي مكان ودنا نحس ان احنا اللي ربحانين، وان البضاعه اللي شريناها او المنتج اللي خذيناه او الخدمه اللي خذيناها ماخذينها واحنا مرتاحين ومتفوقين في هذه المعامله. فاليوم العميل وايد يزعجه اذا لقى او حس ان هذا الموظف قاعد يستغله او ما قاعد يعطي العرض المناسب، او ممكن بعض الاحيان ما قاعد يعطي الديل او الصفقه المناسبه له. العميل اليوم في وقتنا الحالي جدا ذكي، فيقدر يحس في طريقة تعامل الموظف، مو بس مجرد ما يشوف البضاعة على الرف موجودة، ولكن طريقة تعامل الموظف معه تحسسه بمدى مصداقيته. وهذا اللي يخلينا نتكلم بشكل وايد أدق إيش كثر موظف خدمة العملاء في تعامله مع العميل يبين إنه هو قاعد يظهر الصدق والشفافية في عرض المنتج أو الخدمة اللي هي مناسبة ومطابقة لحاجة العميل. اليوم احنا ندخل مكان ودي انا اسال عن خصم، ودي انا احصل على افضل امتيازات من بعد ما اشتري هذا المنتج، ودي انا احصل على تصميم خاص حقي باقل التكاليف، ودي احس القيمه اللي انا حطيتها حق المحل واشتريت منهم هالبضاعه او الخدمه اني انا فعلا حسيت بنتائجها اكثر باضعاف من المبلغ اللي انا دفعته. وانا دائما في استشاراتي الخاصه ابين حق صاحب البزنس، اقول له دائما العميل اللي يدفع لك 1000 وده يحس حصل على منتج او خدمه تعادل 1,000,000 دينار، مو بس ان 1000 دينار دافع لك. فهذا الاحساس احساس نفسي كلنا نتمتع فيه وودنا نعيشه باني انا دائما ربحان. خل اقول لك شيء، اليوم عشان تتفوق في مجال خدمه العملاء مع عملائك لازم تنصت له للاخر. من طريقه كلام العميل راح تبين لك امتى تبدي تعطي العميل هذا الاحساس وتخليه مرتاح وتقول له برافو انت ربحت فيها الصفقه، مع ان انت كذلك كمقدم خدمه انت اللي ربحان. اسمع هذه النصيحه اللي بقول لك اياها وحطها في بالك. طول ما ان العميل قاعد يبين لك حاجته حق شراء هذا المنتج او الخدمه او الاستفاده منها، خليه يتكلم بالاخر. حاول انك تقسم للمنتج او العرض الى اجزاء. الجزء الاول في انك انت تبين له مميزات هذا المنتج، شلون ممكن انت تستفيد منه، شلون ممكن تستخدمه في حياتك، شلون ممكن هو بيأثر عليك أو بيحلك مشكلة. وبعدين خلي العميل يتحاور معك ويحاول إنه شنو التطبيقات العملية أو الاستفادة من هذا المنتج أو الخدمة. بالأخير إذا كان في خصم فعلا تقدر تعطيه، إذا كان في خدمات ما بعد البيع تقدر تعطيه إياه، تخليها في الآخر وتعطيه بصيغة لأن عشانك، صيغة الفاليو أو القيمة اللي أنت راح تأخذها لأنك أنت جيت لنا المحل، لأن أنت اخترتنا من بين المنافسين، ولأن أنت عميل عندنا ودخلتك مهمة بالنسبة لنا. طبعاً نستخدم الأسلوب الحلو الكويتي المريح اللي إحنا بالدول العربية دائماً نحبه، اللي هو فيه ترحيب،
في الجذب والتشويق، فنبين له تميزك بالنسبة لنا ونعطيه في آخر الحوار أنت الخصم اللي أنت راح تأخذه عندنا، الامتيازات اللي راح نأخذها، وتوعده بأن أنت بإمكانك تسعى عشان تحصل له على الامتياز اللي هو يبي مثل ما هو قال له. ما تسكر الباب من بداية الحوار إذا سألك عن خصم أو سألك عن أي شيء كان، حاولك تعطيه مجال ومرونة أن يكون قاعد معاك بشكل أكثر، مرونة أكثر في أنه هو يعبر عن حاجته لخصم أو امتيازات ما بعد البيع. أتمنى هذه الفقرة فادتكم بشكل وايد كبير ووضحت لكم إيش كثر العميل يحب أن يكون متفوق وربحان، وإيش كثر الصدق في تعاملك معه راح يوصلك حق نتيجة تعجبك وكذلك تعجبه. أتمنى استفدتم من فقرتنا اليوم لخدمة العملاء، وإن شاء الله نشوفكم في فقرات قادمة. فعلا أسماء، يعني في أمور كثير في حياتنا تتطلب طولة بال، نقدر نقول يعني مو بس في خدمة العملاء، في حياتنا بشكل عام حلو أن الواحد يكون مرن في التعامل مع الآخرين، يأخذ ويعطي. إذا شفنا مثلا شخص شوي معصب غاضب، إحنا نكون هادين، نحاول كثر ما نقدر أن نمتص هذا الغضب بهدوء، ما نتفاعل مع الشخص اللي قبالنا ونوصل للليفل اللي هو واصله، لا نخليه يهدى ويكون ريلاكس علشان نقدر نتفاهم وناخذ ونعطي مع هذا الشخص. طبعاً بالنسبة حق الموظفين اللي يشتغلون في أي مؤسسة أو حتى كانت جهة حكومية، إذا كانوا الموظفين خلينا نقول ما عندهم هذه الثقافة يحتاجون إلى دورات، أنا أحس ما حتى ممكن داخل عملهم تكون في دورات شو ممكن أنا أتعامل مع العميل، لأن ترى العملاء أطباع وشخصيات، ممكن يدش معصب، ممكن يدخل إلى مثلاً خلينا نقول المؤسسة متنرفز من شغله، ممكن يكون شيء حيل بسيط هو يكون غلطان نفس العميل، بس علشان المؤسسة نفسها ما تخسر هذا العميل لازم تستقبله بطريقة تلوق في الجهة اللي هم موجودين فيها ويعرفون شلون يتعاملون معه. بكذي نكون وصلنا للختام، خلاص قفالة الحين، نترككم بحفظ الله ورعايته ونقول لكم مع السلامة. مع السلامة.